بعد دخول داعش كنا في عايشين في أوضاع نفسية صعبة وقاسية. لجأت إلى عملية الرسم، وكنت عندما أرسم ممنوع الرسم، فكنا نضطر نزول إلى سرداب البيت. كان ينقذني، يعني يبعدني عن حالات القهر والقتل اللي كان يعانيها أهل الموصل. انتقلت إلى بغداد بالتحاق بجامعة بغداد قسم الإعلام، انتقلت للعمل ببعض المؤسسات العربية وأجنبية أيضاً. بعد 2003 توجهت إلى العمل الحر، أنشأت بيت لي في بغداد، وفي عام 2006 غادرت العراق نتيجة الأحداث. عدت بعد 4 سنين ولكن فقدت كل ما أملك هناك، فقررت العودة إلى مدينة الموصل ليبدأ حياتي من جديد. بعد أن تحررت المدينة كان هناك اهتمام من فنانين في داخل المدينة وخارج العراق أيضا، خاصة في ألمانيا. عندما شاهدوا أعمالي أرسلت 4 لوحات من أعمالي، وإن شاء الله أكون أمل كبير في أن يكون هناك تقييم جيد لهذه اللوحات. مهما كان، ما دام الإنسان على قيد الحياة فيجب أن يبدأ، بالرغم من هناك متناقضات، عمر كبير وإمكانات مادية ضعيفة. ودعوة إلى كل شباب الموصل اللي عانوا من هذه الظروف القاسية وفرص عمل مفقودة وأوضاع نفسية، أن يبدأوا من جديد ويكون هناك إصرار، إصرار إن شاء الله الخير سيجدونه أمامهم.